مشاهدينا الكرام إلى ما كنتم أهلا بكم إلى النشرة الجوية المرتقبة اليوم الغد. إذن تفاصيل الوضعية الجوية المرتقبة لصبيحة يوم الغد الجمعة بإذن الله. الأجواء راح تبقى عموما غائمة بالنسبة للمناطق الشمالية خاصة على السواحل، سماء ملبدة تماما على مرتفعات الأوراس، تبقى الأجواء صافية، السماء صافية تماما على المدن الجنوبية مع بعض السحب راح تكون عابرة وبدون فعالية على تندوف بشار وأقصى الجنوب الجزائري خلال الظهيرة. مساء هذا الجمعة الأجواء راح تبقى أيضا عموما صافية على المناطق الشرقية والسواحل، لكن ستعرف أغلب المناطق الجنوبية اضطرابات جوية حتى بمناطق الهضاب العليا الوسطى وكذا الغربية، مع تشكل خلايا رعدية في بعض الأحيان على شمال الصحراء، مدن الصوراء على وسط الصحراء الجنوب الغربي، مرتفعات الغار وتصل إلى أقصى الجنوب الجزائري. بالنسبة لدرجات الحرارة المسجلة صبيحة هذا الجمعة، إذن ستصل إلى 26 درجة بورقلة وحسم سويس، 27 بعين صالح، 24 درجة بواد سوف، مسجل 21 درجة بعنبة طارس كيكدا وبجاي، 20 درجة بالعاصمة أبو مرداس والتيباز، 22 درجة على وهران ومسغانم حتى على تلمسان تيارت معسكر سيدي بالعباس، 25 ببشرة، 28 على تندوف أدرار ورقان، مسجل 26 درجة بأقصى الجنوب الجزائري بمنطقة عين قزم. خلال الظهيرة درجات الحرارة القصوى راح تبقى دائما مرتفعة بالنسبة للمدن الشمالية، تصل حتى 34 درجة بالنسبة لتيزي وزو على البويرة ومنطقة الجلفة والمدية، حتى بتلمسان تيارت البيض على معسكر على نعامة، أيضا 32 درجة بوهران عين تيمشنت على شلف مستغان، 31 درجة بالجزائر العاصمة على بومردا سيبازا البليدة، 29 درجة بالسواحل الشرقية، 39 بواد سوف وغردايا، 42 بورقلة، 44 درجة بوسط الصحراء، 42 درجة بعين قزام، 45 على منطقة أدرار و37 درجة بإليزي وجانيت. بالنسبة لحالة البحر سيكون البحر عموما هادئ مستقر على طول الشريط الساحلي، الرياح راح تكون شرقية تماما وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 15 كيلومتر في الساعة على السواحل الشرقية الوسطى والغربية. كالعادة نختم النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية، وقت غروب الشمس سيكون على الساعة 7:06، أما الشروق فسيكون على الساعة 6:26. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.